وشرح لي قطعة glass blowing نفخ الزجاج في unit 5 page 54 صفحة 54 في كتاب الطالب. If you are traveling to Lebanon, إذا سافرت إلى لبنان, try to see some of the gorgeous objects people make there. حاول أن تشاهد بعض الأشياء الرائعة التي يصنعها الناس هناك. Some of the most popular crafts are embroidery. بعض المهن الشعبية مثل الزخرفة وكوبر انجريفينج نقش على النحاس and glass blowing ونفخ الزجاج. If you are lucky, إن كنت محظوظا, you can visit a workshop and see how the objects are made. إذا كنت محظوظ يمكنك أن تزور workshop ورشة يعني في النفخ في الزجاج أو الأشياء الأخرى المذكورة وشاهد كيف يتم صنع هذه الأشياء. Glass was known in the Middle East over 4000 years ago. الزجاج عرف في الشرق الأوسط منذ حوالي أكثر من 4000 سنة مضت. People used glass to make things like bowls. الناس يستخدمون الزجاج لصنع أشياء مثل الأوعية, vases, والمزهريات and jewelry والمجوهرات. But the glass was thicker than the glass we know today. ولكن الزجاج كان أكثر سمكا من الزجاج الذي نعرفه اليوم. Then over 2100 years ago, وبعد 2100 سنة مضت, Syrian craftsmen, الحرفيون السوريون, invented glass blowing. اخترعوا نفخ الزجاج. They use this technique, يستخدمون هذه التقنية, to make finer, more beautiful glass objects. استخدموا هذه التقنية لصناعة أشياء زجاجية أكثر دقة وجمالا. Glass blowing has been a popular craft for centuries in Lebanon. نفخ الزجاج كانت شعبية, مهنة شعبية لقرون في لبنان. Today it is used by some small family businesses. الآن تستخدم من قبل بعض العوائل الصغيرة لأعمال تجارية. The skills, المهارات used are passed down from father to son. المهارات يعني مهارات صنع الزجاج تنقل from father to son, من الأب إلى الابن, يعني هذه الحرفة ينقلوها الآباء يعلموها لأبنائهم. And the craftsmen, والحرفيون, are proud of their work. هؤلاء الحرفيون يشتغلون بالزجاج هم فخورون بعملهم. Unfortunately, it is difficult to make enough money. لسوء الحظ وللأسف من الصعوبة جني الكثير من المال أو المال الكافي just by blowing glass. مجرد نفخ الزجاج, من مجرد هذه الحرفة هي نفخ الزجاج, هذه الحرفة لا تجلب يعني المال الكافي. Many craftsmen, كثير من الحرفيين, have to have other jobs too. يعني كثير من الحرفيين عليهم أن يقوموا بأعمال أخرى لكسب المزيد من المال.